طيب، أما بالنسبة لمراحل النمو المعرفي، هناك كم مرحلة في هذا الكتاب؟ أربعة. أربعة، هذا في الامتحان تعدد، في تعدد الإجابات مثل هذه، مثلا مراحل النمو المعرفي مثلا نقول اثنتان ثلاثة أربعة، إذا أصحينا أربعة. نعم، فقط يعني سهل، لكن بحاجة إلى معرفة قبل ذلك. طيب، مراحل النمو المعرفي: المرحلة الحسي حركية psychomotoric stage، ثم ما قبل العمليات المعرفية. ثانيا، مرحلة العمليات المادية concrete operation stage، ثم الأخير المرحلة الرابعة، مرحلة العمليات المجردة يعني formal operation stage. فهذا تضع في ملخص، يعني في ملخص وتذكر هذه الأشياء الأربعة. هناك مقدمة قبل البيان، لكن لا نقرأ المقدمة. المرحلة الحس حركي psychomotor stage، يعني هذا تحب psychomotoric، تمتد هذه المرحلة منذ الولادة وحتى عمر سنتين، ويعتمد الطفل فيها على استخدام الحواس المتعددة والأفعال الحركية لفهم العالم المحيط به والتعرف على الأشياء. وتسمى بهذا الاسم، لماذا تسمى بهذا الاسم؟ لأن استراتيجيات التفكير عند الطفل في هذه المرحلة تعتمد على الاتصال الحسي المباشر بالأشياء والأفعال والمعالجات التي يقوم بها حيال تلك الأشياء. وتمتاز هذه المرحلة بعدد من الخصائص المعرفية التي تتمثل بما يلي. هذا جميل، يعني كل أشياء هنا جميل يتعلق بمراحل العمرية. جميل، إذا عرفنا نقرأ. أولا، يمارس الطفل الأفعال الانعكاسية مثل مص، ترمس، يمس وتحريك اليدين والرجلين خلال الشهر الأول من العمر. يمس ويحرك يدين والرجلين. ثم ثانيا، ينسق الطفل بين حواسه واستجاباته، حيث يلتفت إلى مصدر الأصوات. إذن أولا، الأصوات مهمة جدا بالنسبة للطفل، ويتابع الأشياء المتحركة في بيئته بصريا. بعد الأصوات يبصر، ينظر، وممكن يسأل من أين هذا الصوت، من أين يخرج، من هو صوت من. طيب، ويكون ذلك خلال الفترة العمرية الواقعة بين الشهر الثاني والرابع، ثالثا، يكرر الطفل استجاباته للتأكد من نتائج معينة، ويظهر اهتماما بالأشياء والموضوعات الخارجية، ويكون ذلك خلال الفترة العمرية الواقعة بين شهر الخامس والثامن، ثم رابعا، يدرك الطفل ظاهرة بقاء الأشياء.